السلام عليكم. جلسة اختيار رئيس البرلمان اللي كانت مقررة اليوم ما تحققت وتأجلت إلى إشعار آخر، والسبب المعلن بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب هو عدم تهيئ الظروف لانشغال أعضاء البرلمان بانتخابات مجالس المحافظات، واعتذار كثير من الكتل السياسية لحضور نوابها. حجة الانتخابات الوحيدة يعني ليست الوحيدة طبعا وليست الرئيسية، ويقال أنه هو الخلافات بشأن المرشح وأنه تحقيق التوافق ضعيف جدا لوجود عدد من المرشحين مع اختلاف التوجهات السياسية بين الكتل، وهذه الخلافات يتحمل قادة الكتل السياسية جزء أكبر منها بعد أن عجزوا عن تقديم مرشح وواحد للمنصب، حيث لا يزال التقدم يتمسك بشعلان الكريم وعبد الكريم عطان ويحيى المحمدي، ويصر حسم وعزم على مرشحهم سالم العيساوي ومحمود المشهداني اللي يقال إنه صاحب الحظ الأوفر والحاصل مسبقا على أغلب أصوات الإطار التنسيقي نتيجة انطباق المعايير الشيعية عليه. وتحصيل حاصل فإن كرسي الرئاسة سيبقى فارغا حتى الانتهاء من ملف الانتخابات أولا وضمان الإجماع على شخصية واحدة ثانيا، ولا نعلم كم سيأخذ تحقيق هذا الإجماع من الوقت وكيف ستؤثر نتائج الانتخابات على التوافقات السياسية. أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الأستاذ عادل المانع نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام، الأستاذ غسان العيثاوي السياسي المستقل، ومن ميسان السيد جاسم الموسوي عضو مجلس النواب العراقي. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. وأبدأ معك سيد جاسم. سيد جاسم، ليش ما قدرتوا تسوون جلسة؟ نعم، حسب يعني أوضح لك طبعا بالمناسبة أن أرحب بك وبضيفك الكرام، هناك أسباب واضحة لتأخير تلك الجلسة. كان هناك إصرار واضح القوى السياسية خصوصا كإطار على موعد اختيار رئيس البرلمان وعقد الجلسة الاستثنائية خلال هذه الأيام وتوصيات الحضور وتجديد على الحضور من قبل الإطار، ولكن الدليل على أنه الإطار متفاهم ومتهيئ لأي أمر ترشيح رئيس البرلمان، وعلى أساس قاعدة أنه إذا أتونا أخواننا أسمنا باتفاق يساوي نصف زائد واحد، نحن مع ذلك الجزء الذي يشكل هو نصف زائد واحد. وهذه القاعدة تبنيناها لغرض حماية وعدم زج الأخوة في صراع وخلافات، ويهمهم جزء مهم من العراق. هذا الأمر التي تبنته قوى الإطار ومحترمة هذا الرأي، لكن مع تعذر الظروف حاليا لانعقاد الجلسة تحت شكوك أنه عدم التوصل إلى عقد النصاب والذي يصل إلى رقم أكثر نصف زائد مجلس النواب بسبب ظروف الانتخابات وظروف انشغال القوى السياسية بالمرشحين، وهذه أحد الشكوك حول أنه عدم، ولكن هناك سبب قوي يدفع والظاهر هو يؤثر على كل هذه المعادلة، عدم وجود اتفاق واضح بين إخواننا في المكون السني، وذلك واضح في خلال طرح عدة مرشحين ولم يتفقوا على مرشح أو مرشحين يمكن أن يكون سهل الاختيار، لكن هناك اختيارات كثيرة يدل على عدم اتفاق، أعطى مهلة أكثر لأجل أنه الوصول والتفاهم على مرشح أو على الأقل مرشحين يكون التنافس عليهما في مجلس النواب للرئاسة. زين، هذا قصة أنه الإجماع والاتفاق على مرشح واحد، هاي هواية ما تحققت بالأيام السابقة. رئيس الجمهورية مثلا اللي منتخب حاليا ما كان عليه إجماع، أجر البرلمان صوتوا عليه، أكو جزء من الكتل السياسية السنية أصلا هم ما يريدون هذا الإجماع ولا يريدون يتحقق لأنه في مصلحتهم انتخاب شخصية معينة. شلون إذا أجوكم السنة وعدهم مرشح من تقدم
وانتم بالاطار ترفضون اي واحد من التقدم هذا على مستوى قيادات الاطار. كيف اذا اجاكم واحد هو ظل الحلبوسي شلون؟ اعتقد تصور غير صحيح، لانه اي مكون يمثل اخوه او كتله تمثل المكون السني وتشكل ذلك الرقم هو نص زائد تهمنا جدا، لانه تسهل التفاوض معها وهي باعتبار انها ممثله المكون السني. لذلك نعتمد هذا التقدير سواء كان من تقدم او من عزم، اي طرف ان كان فقط يمثل رغبه المكون السني هو ذلك اختيارنا، هو اكدنا ذلك حتى من خلال خطاباتنا ومن خلال كلمات رؤساء الكتل وتاكيدهم على المرشح الذي يحظى بهذا القبول في الاغلبيه ضمن المكون السني. زين، يعني ما تريدون تصير مشاكل بين سياسيين المكون؟ او المشاكل موجوده وعالقه وصار لها سنين واصله هذا على مشاكل سياسيه، اذا مشاكل مجتمعيه اطمئنوا ماكو واحد يطلع ورا سياسي ابدا هاي الايام ابدا. هناك اسباب لهذا الاتفاق على هذا المبدا، ليس فقط هو موجود الخلافات مع خطر الخلافات وتاثيرها، وهم لا شك انه جزء مهم من العراق، واي خلافات تكون في هذا المكون هي تؤثر بشكل عام على التوافق السياسي. لكن مبدا مهم جدا هو يعني التفاوضات، مدى التفاوضات نجاحها في المستقبل الا من خلال طرف يمثل المكون السني لتمرير كثير من الامور تحتاج توافق واسع. تعرف انت التمثيل في البرلمان يعتمد على التمثيل الاكثر عددا لفرض كثير من القوانين المهمه، وضمن هذه المواجهات الصعبه يحتاج الممثلين عن اي مكون يحتاج توافق واتفاق حولهم حتى يمكن ان يمروا اي امر ويعقدوا جلسه من خلال يعني ضوابط الجلسات تعتمد على النصاب والعدد. لذلك من هو اللي يمثل المكون اكثر هو من يحظى بقبول. هذه القاعده يعني ضمن مقاييس التعاملات السياسيه يعتمدها القوى السياسيه، واصبحت يعني يؤكدون عليها لاختيار اي مرشح يمثل المكون السني او اي ممثل لقضيه يحتاج انه ضمان رايه وقبوله من عدد كبير من الممثلين من القوى السياسيه في الاقليم نفسه. تمام استاذ عادل، هذه الاسباب من وجهه نظر السيد النائب بانه ما محققين الجماعه، ولذلك ما يريد يسوي الخلافات بين هذا المكون، فمنتظرينهم يوصلون الى واحد على الاقل يحظى بالعدد الاكبر من الاصوات. ابدا تحياتي لك دكتور محمد ولضيفيك الكريمين الاستاذ غسان والسيد جاسم ولمشاهديكم الكرام اينما كان. لا انا بتقديري يعني انه هذا يعني حديث من قبل السيد النائب اللي عبر عنه واللي هو حديث الكتل السياسيه يعني تبريراتها وما ذكر من نقاط اربعه، انا بتقديري هذا حديث سياسي دبلوماسي. يعني منا ما هو بعيد عن الواقع ومنا ما يلامس الواقع. يعني الحقيقه شنو؟ حقيقة أنه لابد أن يحسم الأمر باتجاه كما حسم منصب رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية مختلف عن رئاسة مجلس النواب الحالي، لأنه الاتفاق الكردي فيما بين الحزبين الكرديين باتفاق واضح وصريح على أنه رئاسة الجمهورية من نصيب حزب الاتحاد مقابل رئاسة الإقليم للديمقراطية الكردستاني. مع هذا الاتحاد الوطني صاحب المنصب دخل مجلس النواب وهو غير راضي بقضية ورود السيد عبد اللطيف رشيد اسمه كمرشح وفاز. رغم اليوم احنا ليش ما يدفع الكتل الشيعي كإطار شيعي يدفع باتجاه، وان كان هو صاحب انا بتقديري صاحب القبضة الأكبر في اتجاه تسيير من سيكون رئيسا لمجلس النواب بعد يعني إقالة الحلبوسي. أنا ما نتحدث الآن مجلس النواب الحالي الإطار التنسيقي الحالي يذهب إلى ما ذهب إليه بإعادة التصويت إلى الحلبوسي، لا اليوم الأمر مختلف. يفترض يعني أنه الحديث عن ظل الحلبوسي اللي تفضل به سيد جاسم هو إذا كان خيار سني ماكو مشكله ويتماشى بالنصف زائد واحد، لا انا اعتقد هذا الاطار ما واقعا لا يتماشى لا مع ظل الحلبوسي ولا على مقدم
مرشح من تقدم حتى ولم يكن ظلا للحلب. يفترض أنه يدفع باتجاه الحلفاء مع الإطار، حلفاء السابقين مع الإطار اللي مجموعة عزم و وهسه كل الأمور ماشي بهذا الاتجاه، ماشي باتجاه حلفاء الحلفاء، والحلفاء مرشحين واحد فقط، مرشحين واحد محمود المشهداني صاحب الحظوة الأكبر. زين ليش الجلسة ما ما ما, ما مشت؟ ما هو هذا، لأنه أساسا الواقع الحقيقي تسألني في الإطار التنسيقي هناك من يعترض على تسيير الأمور بهذه الطريقة، هاي النقطة. زي. مو قضية أنه خلال لا السنة ممكن أن يجتمعوا الآن مجموعة السيادة وعزم ومن دار في هذا الفلك، عندهم مرشحين على أقل التقادير أنه ندخل بشخصيات ثلاثة مثلا على سبيل الفرض للتصويت، والبرلمان يحسم الموضوع بالأداء النيابي بالتصويت وانتهى الموضوع. لا أنا أعتقد أنه هي يعني وراء الأكمة ما ورائها، ولربما أنه هناك مساومات سياسية تدفع بهذا الاتجاه لحل قضية الحلبوسي. الحلبوسي الآن عليها مجموعة قضايا في المحكمة الاتحادية، يعني الأمر ما انتهى بإصدار المحكمة الاتحادية إخلاء للمنصب وإنهاء عضويته. لا هناك وين المساومات؟ مساومات سياسية ممكن أن يصلون إلى نتيجة في قضية ما تقدم به بعض النواب منهم السيد باسم خشان في قضية أنه التعاطي مع الشركة الأمريكية اللي بيها. لا وين المساومات؟ بأي في أي جانب؟ يعني شنو المساومة؟ على شنو المساومات؟ على أن يدفعون بمرشح تقبله تقدم، هاي النقطة، ويحظى بمقبولية من بعض الأطراف السنية كعزم والسيادة. هذه الفكرة هنا. الآن مجموعة المرشحين المتقدمين اللي قد يرضاهم تقدم يعترض عليهم الإطار التنسيقي، فيتو عليه، فيتو ما ممكن. فهنا راح هذه التعطيل، هنا ممكن إبدال هذه الشخصيات بشخصيات أخرى تحظى بقبول الإطار أولا، وتحظى بمقبولية البيت السني ثانيا. زين هسه تأجلت، انت هسه تأجلت الجلسة، شنو اللي ممكن يصير بالتأجيل الجلسة؟ وليش هذا التخوف الكبير من انه اذا تأجلت الجلسة قد يتغير الموضوع؟ على قولة واحد من السياسيين يفتر عليهم الحلبوسي فرط خالد بن الوليد وما اعرف ايش، شنو المشكلة؟ هي جلسة راح تتأجل اليوم ثاني، شو يصير؟ لا مو قضية يفتر عليهم خالد بن الوليد، قد يفتر عليهم علي بن ابي طالب في واقعة الخندق. هاي شنو؟ اي باب خيبار يحطه ويعبر عليه. لا واضح. الآن حجم القوى السياسية الآن بوضعها الحالي السني اقصد. إذا ما دخلنا مجال انتخابات مجالس المحافظات ووضعت الانتخابات أوزارها وتباينت الحجوم خلافا لها، هذا راح يصير أنه مثلا عزم على سبيل الفرض إذا اليوم يقدر ضاغط لأنه عنده كم نائب يضغط باتجاه أن يمرر مرشحة، لما يكون عنده حظوة بمجلس المحافظة سيكون أقوى لفرض مرشح، والسيادة كذلك يعني وتقدم كذلك مجالس المحافظات وحد. مبرر لك السيد النائب اللي هو قلت لك أنا قضايا دبلوماسية. الآن إذا نسأل النواب عمي أنتم شنو دخلكم يا نواب بقضية انتخابات مجالس المحافظات؟ أنت نائب برلماني اتحادي، برلمان اتحادي، أنت شنو دخلك من شغل شنو تروج للمرشح مثلا؟ مرشح عنده ماكينة إعلامية حتى لو ينتمي، يعني حضوره هو شنو؟ يأخر جلسة انتخاب رئيس مجلس نواب لتمرير مرشح في مجالس المحافظات، هذا ما يصمد أمام البحث. يعني إذا أريد نبحث فيها حقيقة ما تصمد أمام البحث. تمام سيد غسان، هذا الموقف أنه الناس يقول لك إحنا منتظرين توافق، توافق سني ما يحصل. لو يحصل ممكن يحصل توافق سني؟ في البداية أستاذ محمد شكرا لكم ولقناتكم الكريمة ولضيفيك الكريم أستاذ عادل وسيد جاسم عضو البرلمان المحترم. حقيقة شخصيا لم أفاجأ ب يعني تأخير اختيار رئيس البرلمان قبيل انتخاب مجالس المحافظات، وقلت يعني ما يقارب الأسبوعين أو أكثر أن اختيار رئيس البرلمان سيرحل إلى ما بعد انتخاب مجالس المحافظات، لأن كل المعطيات تشير. من الأسباب الرئيسية التي أراها السبب، لن نعزوه بوجود يعني عدم توافق في الكتل
السنية الكتل السنية حقيقة، ومن خلال منبر قناتكم الكريمة لن يتفقوا على شخص أو شخصين من المستحيلات، لأن جميع الكتل السنية الآن تطمح وتطمع بأن يكون الممثل رئيس البرلمان من الجهة الحزبية المعينة، وهذا التنافس واضح وصريح ووصل إلى درجة ليس التنافس وإنما الصراع السياسي، كما لاحظت المناكفات السياسية ما بين الطبقة السياسية الممثلة للمكون السني سواء على مستوى محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى. جي. الكرة الآن هي في ملعب القوى التي تشكلت من خلالها الحكومة الحالية وما يطلق عليه ائتلاف إدارة الدولة. يجب أن نقف لهذا الائتلاف، ائتلاف إدارة الدولة تشكلت من خلاله الحكومة الحالية بعد مخاض صعب ومخاض عسير، هذا يجب أن لا نتغافل عنه ولا أن ننساه، وخاصة أن العملية السياسية الحالية الآن أيضا تشوبها نوعا من القلق على مستوى القيادات الحاكمة أو ممثلة القلق حقيقة لحد هذه اللحظة هي من الجهات المقاطعة للانتخابات. هاي شنو علاقتها برئاسة؟ طبعا يعني الكتل السياسية الممثلة للمكونات الأخرى حقيقة تخشى من الدخول بأزمة سياسية أخرى قبيل الانتخابات، لذا كان بتقديري أن ترحيل اختيار رئيس البرلمان إلى ما بعد. لا بس اسمح لي، أزمة سياسية شنو؟ التيار الصدري موقفهم واضح، واليوم سيد مقتدى الصدر تحدث بكل وضوح، وحتى صار هدوء بالشارع وانتهى الموضوع تماما، والناس ماشيه بانتخابات الذي ارى طبيعه. شنو قراءتي؟ قراءتي للمشهد يعني لا, 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 لا توجد مثلاً. يعني قراءتي للمشهد ان الاطار التنسيقي بالاحرى يبتعد لخلق اي ازمه سياسيه قبيل هذه الانتخابات. عفوا انا ما قاعد افتهم ازمه سياسيه شنو. انا عندكم انتم مرشحين، عندكم مجموعه يا كتل سياسيه سنيه، انا راح انتخب واحد من عندهم، يعني وين الأزمة السياسية؟ لتوضيح لهاي المسألة، كما يعرف الجميع أن هنالك بعض ممثلي المكون السني الآن يملكون علاقات قوية مع الإطار التنسيقي، هذا واضح للعيان وللمشاهد الكريم. إذا مال الإطار التنسيقي بهذه المرحلة حقيقة، وكما قلت لك أن المكون السني وأنا من محافظة الأنبار لن يتفقوا ولن يتفقوا على اختيار شخصين، يعني من كان من الواجب أن يرشح شخصين حسب الاتفاقات السياسية من الكتلة الأكبر ألا هي وهي تقدم التي ما يقارب 40 مقعد حقيقة، هي تمثل في البرلمان العراقي وكتلة سيادة والباقي 23. يعني من المفترض ضمن الاتفاقيات السياسية التي تشكلت عنها الحكومة الحالية أن يكون المرشح حصراً وقطعي وبات من حزب تقدم كونه الجهة الأكبر الممثلة للمكون السني. بعد هذا الصراع أكو شخصيات رشحت من الكتل الأخرى، مثلاً السيد محمود المشهداني يعني من عزم. هم نفسهم تقدم عندهم مشكلة بالترشيح. يعني أستاذ محمد. نعم. لأن واحد من السياسيين يقول 98%. من حزب تقدم وموقعهم الحلبوسي على ورقة بيضاء، هذا ما نسمعه يروح. هذا ما نسمعه زين، هذا يروح يصير رئيس مجلس نواب موقع على ورقة بيضاء وقاعد واحد ليس هذا السبب الرئيسي بتقديري ليس هذا السبب الرئيسي لأغلب الشخصيات حقيقة من حزب تقدم. يعني الذي أعرفه ويعرفه الجميع أن الشخصيات أصحاب الحظ الأوفر هو شعلان الكريم مرشح قوي حقيقة، وكان زياد الجناب وعبد الكريم عبطان، هذا من تحالف تقدم. أرجوك اسمح لي. نعم. يعرفنا أنا كلهم. نعم. يعرفنا الناس. أنا قلت لي أنت تصير أزمة، شنو الأزمة اللي تصير؟ يعني الأزمة أول قلت لي ناس مقاطعون، رجعت قلت لي تصير أزمة، وضح لي إياها. يعني الأزمة السياسية أغلب الكتل السياسية ارتأت أن تختار رئيس البرلمان قبيل الانتخابات حتى لا يدخل البيت السني بمناكفات سياسية محتدمة، لذا بتقديري أن أغلب القيادات الشيعية صاحبة القرار حقيقة بهذه المرحلة بالأخص لاختيار رئيس البرلمان تخشى هذا الصراع قبيل الانتخابات على مستوى الشارع، حتى لا يساء الفهم.
الشارع الأنباري أو الشارع السني حقيقة بعيد كل البعد عن هذه المناكفات. أي شخص الآن يجي ممثل يكون رئيس برلمان من هذا الحزب أو ذاك، هذا لا يؤثر بتقديري على مستوى الشارع السني، وإنما يؤثر على مستوى الاتفاقيات السياسية. لذا يعني بتقديري أن تأخير اختيار رئيس البرلمان بهذه المرحلة لا ضير في ذلك، لننتظر ما الذي تتمخض عنه انتخابات مجالس المحافظات ومن ستكون هذه. أؤكد كما يعرج على كلام طبعا الأستاذ التفاتة راقية، أغلب الكتل السنية الآن تدور بدائرة من يمثل بنسبة كبيرة الجميع الآن أستاذ محمد، وهذه مسألة مهمة يعول على الشارع، من هو صاحب الحظ الأوفر سواء في محافظة الأنبار أو على مستوى بغداد أو على مستوى ديالة أو حتى على مستوى الموصل معروفة. يعني صاحب الحظ الأوفر وين يعني؟ من يكون صاحب الجمهور ومن يختار يكون النسبة الأعلى؟ والمشكلة بالمحافظين من يدير طبعا يعني اختيار المحافظين والسيطرة على مجالس محافظات، لأن ستكون هنالك اتفاقات سياسية باختيار المحافظ على مستوى بغداد وديالة وصلاح الدين. تمام. سيد جاسم، سمعت الأستاذ المانعش يقول يعني أنت نائب، شنو علاقتك بمجالس المحافظات؟ هذا موجه للنواب كلهم بعدين، يعني أنا رايح أركب لي ويا عضو مجلس محافظة مقابل رئيس مجلس النواب والمشاكل اللي حصلت مع الحلبوسي، وتالي هاي السمعة اللي صارت على مجلس النواب العراقي السلطة الأولى بالبلد أنه رئيسها مزور. يعني ما تحدث به الأخوة هي مجموعة احتمالات، ولكن يعني لما تكون في قريب من الحدث الحقيقي اللي حصل في أيام كان عندنا في أيام اختيار جلسة، كان عندنا تأكيد على حضور الجلسة قبل يوم من عقد الجلسة الاستثنائية، تأكيد من القوى، ونتحدث عن أنه في الأخير على مخاوف من اكتمال النصاب، وكان التأكيد على الأعداد الموجودين، وبعض تعرف نحن في عطلة فصل تشريعي، وبعض السادة النواب في بعثات خارج العراق، وبعضهم في ظروف خاصة، هناك حسابات يعني فنية لعقد الجلسة، وتعتمد دائما الجلسة على حضور الإطار بشكل نسبة أغلبية وكبيرة، لذلك إنه الإطار في حساباته يعني لربما هناك شكوك في حقيقية في عدم اكتمال النصاب، هذه أحد الأمور الأساسية في تأجيلها، ويعني أمر حقيقي أنا حسب متابعتي للموضوع. الأمر الآخر يعني لا يبتعد الأمر عن يعني عدم اتفاق واضح بين قوى المكون السني، وهذا مهم جدا، وأعتقد المرحلة تحتاج شيء من الوقت، وخصوصا مجالس المحافظات لها تأثيرها على من على التوازنات وما حجم التوازنات التي ستكون خلال الأيام القريبة. خلال أسبوع أكيد هناك نتفاجأ بحجم التوازنات الموجودة ومن هو سيمثل المكون السني، هذا أمر مهم جدا. وأؤكد لك أنه الجلسة الاستثنائية لا تتأخر بعد مجالس المحافظات، هي هناك أهمية لهذه الجلسة لأن أمور مهمة يواجهها البلد، وفي ظل وجود الرئاسة الشرعية لربما متوقعين في ظرف الاستثنائي أزمات كثيرة تستوجب استكمال الرئاسة التشريعية لمجلس النواب. شنو مثلا أزمات؟ شنو سيد جاسم؟ نعم، شنو اللي يتوقعون من أزمات؟ لا نعم، نحن في بلد ليس بوضعه الطبيعي، نمر في أزمات اقتصادية، في أزمات أمنية، في تدخلات خارجية، هذه الأمور يعني دائما موجودة، لا يمكن أن نحكم على واقع العراق أنه مستقر 100%، نتفاجأ في هذه الظروف، في تحتاج وجود مجلس نواب له السلطة التشريعية لمعالجة أي أمر كان. لذلك القوى السياسية لما نتأخر موضوع الانتخابات لما بعد ليس لأمر سهل أو بسيط، وإنما الجلسة الاستثنائية ربما ظروف يعني تشكل خلل فني في عقد الجلسة، وإنما الكل يعني يحول على يعني أنا هسه من أشرت أنت لا تدخلات دولية، يعني ممكن جماعة جاهم تليفون من برا قلهم يابا أجلوا الجلسة هسه بالوقت الحاضر؟
اكو شيء اخي العزيز لا يفهم هذا الامر بهذا الشكل، ولكن لاحظ انه العراق تحت ظروف امنيه وتحديات، متعرضين لاي بلد يعني في ظرف يعني غير مستقر، ولاحظنا انه ازمات كبيره حدثت، داعش، القاعده، تدخل تركي، تدخل من دول مجاوره، هذه الامور تتطلب، وازمات بيئيه، ازمه المياه اليوم على المحاك، الازمه الاقتصاديه وكثير من الامور، هذه جميعها تؤكد على ملحة القوى السياسية واستعجال هذه الجلسة الاستثنائية لاستكمال المؤسسة التشريعية ودورها المهم. لا نريد أن يكون هناك خلل في المرحلة القادمة سيد جاسم، أنا راح أفهم هاي الحسة مالتك، أزمة المياه على المحك والمياه بتركيا ورئيس البرلمان السابق إلى علاقة بتركيا وخميس الخنجر إلى علاقة بتركيا، أنا قاعد أحلل هيجي. يعني لا تذهب بعيدا، ولكن هناك أزمات كثيرة على بساطتها يعني تؤثر في وجود غياب سلطة مكتملة مهمة جدا، المؤسسة التشريعية تحتاج هناك قرارات، هذه المؤسسة لربما لأي أزمة متوقعة لأي إشكال يكون، هذا الفراغ خطر جدا على البلد، لمن يفكر في مصلحة البلد يجب حسم هذا الملف، لا نذهب إلى أسباب وشكوك أو مؤثرات هي ليست ذات أهمية، مثلا بعدم رغبتنا بكذا مرشح، احنا فقط نعتمد على من هو اللي يمثل المكون السني ونمضي باختيار الجلسة. تمام، هسه أستاذ غسان يقول لك لا توافق ما يصير، مستحيل يصير توافق، ولا يمكن هسه احنا اثنين ضيوفي يتفقون بانه ما يصير توافق، واي واحد يسال الان يقول لك ما راح يصير توافق، مستحيل في البيت السني، في البيت السني ما يصير توافق نهائيا، ولا راح تستلمون مرشح واحد على الاقل، اذا ما يجوكم ثلاث مرشحين شلون تتعاملون وياها؟ نحن نذهب ما بعد انتخابات مجالس محافظات خلال هذا الأسبوع لعقد جلسة استثنائية أكيدة، وأنا أؤكد لك أيام قريبة وتعقد الجلسة الاستثنائية لاختيار رئيس الجمهورية، وما كان سواء أكثر من عدد اللي متوقع، ونتمنى خلال هذه الأيام أنه يحسم أنه اختيار على أشخاص محددين، لا تكون هي يعني اختيارات واسعة، لذلك كثير الخلافات وتؤثر على عقد الجلسة بالحضور، هناك خلافات ربما تؤدي إلى انسحاب من الجلسة وكسر النصاب، لا نذهب إلى هذه يعني الضغوط من قبل أي طرف غير راضي على اختيار المرشح، نتأمل أنه هناك رضا كامل وتوجه وقناعة من القوى السياسية وخصوصا المكون السني باختيار مرشحين لمجلس النواب، ونأمل أنه خلال هذه الأيام والوقت الذي يمر ستكون وخلال من نتائج مجالس المحافظات أكيد هي مؤثرة جدا على حجم ومن هو الأقوى ومن هو المؤثل لصاحب الاستحقاق، أكيد سيكون هناك اختيار موفق للقوى السنية باختيار مرشح. بس هم رجعك على نفس القصة، الناس يقول لك تقدم ما لهم بعد وجود، يعني ما لهم، وحتى هم أعضاء من تقدم نفسهم حسب ما يقال يقول لك احنا ما نريد الرئاسة من عندنا أصلا، لانه الرجال موقعهم على اوراق بيض، يعني جايب لك رئيس برلمان واحد موقع على ورقه بيضة وكل ساعه يلوح له بيها، هذا الشيء يصير يعني، وهم راح يصير مصير الحلبوسيه موقع على ورقه بيضة، هذا مو كلامي، هذا كلام سياسيين من الكتل السياسيه السنيه نفسهم. اكيد الموقف ما بعد الانتخابات سيكون بوجه حقيقي للواقع، هذا ما يحدث اليوم من حدث تغيير رئيس البرلمان وأحداث أخرى واتهامات، المحصلة الأكيدة المكون السني ومجتمعنا العراقي لهذا المكون سوف يقرر من خلال مجالس المحافظات وخلال الأيام القريبة من هو يمثلهم لمجلس النواب، وهذه أعطاء فرصة يعني لاختيار موفق يستقر عليه أبنائنا في هذه المناطق ويحصل توافق عالي. ما لهم علاقة سيد، والله ما لهم علاقة سيد، شوي تحملني، والله ما لهم علاقة، والله الناس ما لهم علاقة، الكتل السياسية لهم علاقة، أنا أقول لك شو يقول الخنجر، شو يقول مثنى السامرائي، شو يقول الحلبوسي،
غير ذول. شنو علاقة مناطق الله وكيلك ولا كلام سليم دي. كلام سليم أستاذ محمد بالفعل. والله ما لهم علاقة. وانت قرار سياسي بحت. أنا أدري والناس تدري. هم قابل راح ينتخبونه راح يجيب لكم مرشح يقول لكم عمي هذا المسلفن ماله. دائما ممثل الشعب يمتد من قراره القومي من خلال حجمه السياسي. اكيد خلال هذه الانتخابات تفرز من هو له الحجم الحقيقي لهذه المرحله. تغيرات حاصله من وقت الى اخر، فطبيعه هذه القوى السياسيه متغيره في الموقف على امتدادها وعمقها الجماهيري. اكيد خلال مجالس المحافظات ستكون نتائج واضحه وتسهل في اجراء هذا الاستحقاق. تمام. إذن استاذ عادل اكو قياسات غير اللي نعرفها، غير اللي احنا قاعد نمشي بيها والتحمس والكذا وليش ما صار الجلسه وليش كذا. الرجل سياده النائب يقول لك اكو اشياء، اكو قضايا تتعلق بتدخلات دوليه، اكو قضايا بصناعه ازمات، اكو قضايا كذا كذا كذا، واكو قضايا تتعلق انه الان الاطار هو الكتله الاكبر في تحالف الدوله. وهو الراعي تقريبا لكل هذه كل الكتل الباقيه، فمو بصدد صناعه ازمه جديده من اجل انتخاب رئيس للبرلمان. اذا ما انتخبت اليوم انتخبه باكر. لا، هو اولا مو في صدد صناعه ازمه، هو اي ازمه اكبر مما نحن فيه الان. يعني ازمه رئيس مجلس نواب مقال وما عندك رئيس مجلس نواب بعد. عندك بعد اكو اكثر أزمة. يعني الازمه تشريعية. اذا عزم زعل ويا السياده، لو السياده زعلت ويا تقدم، هاي ازمه تسمى ازمه وترقى الى الازمه الحاليه اللي احنا بيها. لا، بس اكو معطيات. هسه جوز السيد جاسم يسمح لنا، اخاف يزعل علي اليوم من نتحدث. هذا اخي العزيز، انا اقول انه هذا لا يزال الحديث يدور في فلك السياسه والدبلوماسيه. لانه اكو سؤال منطقي. اولا، ماذا لو اكتمل النصاب؟ نفرض احنا اليوم، فرض المحال ليس بمحال، افرض اليوم النصاب مكتمل، وين راح يروح يتوجه مجلس النواب؟ وين راح يروحون النواب؟ وين راح يروحون؟ هذا واحد. اثنين، انا ما اتصور، ما معقوله من غير المنطقي انه مجلس النواب، وهي نقطه جدا مهمه، مجلس النواب يعلن عن جلسه طارئه يعني ويتراجع. لا، مو يتراجع. الجلسه هم حددوها. ايه وتراجعوا. بمعنى حتى عيب. هي هاي صار عيب. هذه مو عيب، هذه كلش فشله. ايه هذا واحد. اثنين، انه يبدو انه هناك اتفاق مسبق وبعدين شنو اجري تعديل على الاتفاق وبالتالي الجلسه ما تحققت. زين. او انه السيد رئيس مجلس النواب الحالي او من يدير الجلسه اللي هو النائب الاول، انه الى معطيات ذهب بها هم انتخابيا هم لاقناع جمهوره على انه انا يابا بريت ذمتي ودفعت بجلسه والجماعه ما اجوا. الجماعه يعني هذا ايضا من واحد من المنافسات السياسيه، يعني قد تكون مقبوله نوعا ما ولكن هي غير مؤطره باطار اقناع الجمهور. انا هذه النقطه المهمه اللي عندي اليوم. حديث النواب يجب ان يذهب، وهما لا يعني ما اشار السيد جاسم واحده من النقاط انه ملتهين انتخابات مجالس المحافظات، يجب ان يذهب الى اقناع الجمهور. شنو الفائده؟ شنو الفائده من ما تفضل جنابك الكريم اليوم هذه، واستاذ غسان ايضا ياكد على هذه القضيه. اليوم الشارع الانباري هو ترى مو كلش مهتم في قضيه من يتسنم. لا، ماكم فعلا. لا، مو من يتسنم. من يتسنم بالاتفاق السياسي يتسنم بيصير واقع حال، يمضي عليه الشارع الانباري وشارع الموصلي. اقول صح لو لا؟ كلام سليم 100%. هذا السؤال. يبدو انه المصالح السياسيه للجهتين، لصاحب القضيه وصاحب الشان اللي هو المجمع السني الكتل السنيه، والاطار التنسيقي كراعي مثل ما تفضلت. هو الاطار التنسيقي، خلي اعطيك هيجي من يمي. ايه الاطار التنسيقي اصلا ما متفق بداخله. ما متفق. انا اقول لك السيد عمار الحكيم يدعو الى انه يتفقون السنه بمرشح ويجونهم، وهذا يمكن ينضم له. وهذا ما العامري. ايه الاخرين يقول لك لا، احنا ما صار عندنا هذا الموضوع، احنا هذا الموضوع انضرب عندنا في رئاسه الجمهوريه في تفاصيل هوايه، وفي الاتفاق الثلاثي بين الحلبوسي وبين السيد مقتدى الصدر،
في تفاصيل كلش يعني هواية مناسبات. بينما هو الإطار التنسيقي لديه القدرة والإمكانية لأغلبية نيابية أن يمضي بعقد جلسة وطرح مرشحين بالتوافق السياسي مع الكتل السياسية السنية يعني مثلا العزم والسيادة وخلص بعد نمضي بهذا الاتجاه. بس يبدو أنه خلف الكواليس وهاي النقطة. ليش يا أخوان ما توضحون أنتم الآن؟ إحنا لو كان هذا الحديث ماكو انتخابات مجالس المحافظات لسيرنا الحديث باتجاه آخر. بس اليوم إحنا عندنا انتخابات مجالس المحافظات، إحنا نريد نوصل إلى بصمة الناخب يدلي بصوته ويطيني صوته يا كتل سنية أو شيعية معاً. ولكن أنا أقصد الشيعة أكثر من السنة. اليوم أريد أسوي، ليش ما أتحدث معه بصراحة؟ ليش ما عقدت الجلسة وكواليس عقد الجلسة؟ ليش ما أتحدث بالصفقات التي تمت من إقالة الحلبوسي ولغاية هذه الآن؟ منها ما تم ومنها ما هو قيد المناقشة والحوار لإتمامه. شنو الصفقات هاي؟ صفقات كثيرة يا أخي. مثلاً من يدريك على أنه اليوم الحلبوسي واحد ممن يدفع باتجاه تأخير الجلسات علّه يحظى بنتائج انتخابية تمكنه مرة أخرى من إدارة محافظة الأنبار حصراً مثلاً. مقابل راح يكون مساوم كبير أخي، راح يغير خارطة التحالفات السياسية أو التفاهمات دعني أقول السياسية. وهذه مشكلة يعني يجب على الإطار أن يحسب ويجب على الكتل السياسية السنية أن تحسب هذا الحساب. يعني هو تساؤل مهم، وإن كان هو افتراضي ولكن تساؤل مهم. احنا ما أقول أنه اليوم بانتخابات مجالس المحافظات ستحسب أو ستحصل عزم والسيادة على أغلبية داخل المحافظات ومن ثم يجبرون الحلبوسي على أن لا يقدم مرشحا أو لا يتبنى مرشحا. أقول ماذا الآن في ظل هذا الصراع الموجود الحالي، ماذا لو تمكن التقدم من حصد أعلى المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات؟ ماذا سيكون الموقف منه؟ يجب أن يكون موقف محسوم. أنا بتقديري الشخصي عدم التوافق الشيعي هو الذي يؤثر سلباً بعدم التوافق السني. ولو كان التوافق الشيعي إيجابي بمعنى أنه له موقف واحد معلن أنه نمضي أو نمهل الكتل السنية فترة معينة لنمضي بالاختيار، أعتقد نصر إلى نتائج. شو رأيك يقولون أكو اتفاق بين الخنجر والحلبوسي على تأجيل هذه الجلسة؟ هو الخنجر أنا بتقديري ما ابتعد عن ساعة الحلبوسي إطلاقاً. حتى الروح إلى هذا الرأي اللي يقول أنه لا يسيرون على مسافة واحدة الخنجر والحلبوسي ما ابتعد من عنده. والتعكز اللي ذكره سيد غسان على أنه يفترض يعني مشي بمنطق السياسة المعروف أنه صاحب الأربعين مقعد يجب أن يتبوى، ماكو هذا الاتفاق داخل البيت السني. ماكو هذا الاتفاق. أول مرة تحدث على أنه هذا الفارق، هذا البون الشاسع بالمقاعد النيابية هو اللي دفع وصادف أنه شاءت الظروف. لا على اعتبار هذا العرف ما بين الممثلين، على اعتبار الأثرية داخل المكون بالفعل يطلع منهم رئيس البرلمان. لا ما يصير. خل إذا هيجي إذا هذا إذا هذا إذا هذا العرف إذا ما يصير شو تشيل دي لا إذا هذا العرف أقول لك أنا التعاطي السياسي خلاف هذا. إذا هذا العرف جاري أنا فندها أنه خو الإطار التنسيقي هم إلى منصب رئاسة الوزراء مو شكل ياهو صاحب مقاعد أكبر هو يتبنى. الآن محمد الشيع السوداني نتاج الإطار التنسيقي مجتمع يا كتلة. ما إحنا نتحدث ساعة مجموعة وساعة كتلة. لا هذا الحديث لا. الاتفاق السياسي هو الذي يمضي لتعيين هذه الشخصية أو تلك. زين القصة الحلبوسي والخنجر متفقين على الموضوع مقابل أنه المتقدم يرشحون راح يصوتون لمرشح السيادة مقابلها تأجيل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات. يعني فقط تعقيب على كلام الأستاذ عادل قال قبل قليل إذا عقدت الجلسة أين يذهبون النواب؟ يعني فرضية يعني إذا يذهبون إلى ما اتفقت عليه زعماء الكتل السياسية لاختيار مرشح حقيقة، لأن أغلب النواب حقيقة لن يذهب يعني من فراغ يختار يعني شخص معين، وإنما الاتفاق السياسي هو يحتم عليه بالتصويت لهذا الشخص. فقط تعقيب لهذا الكلام.
استاذ، يعني قلنا واكرر يعني ان الخطه الان المعمول بها هو لتاجيل اختيار رئيس البرلمان، هي كانت خطه محكمه وجيده بتقديري في العمل السياسي. الجميع يعني اشار ان اختيار الرئيس هو من المفترض يكون اليوم، وهذا يعني الشارع انتبه واغلب يعني جماهير الأحزاب انتبهوا لهذه المسألة. هل سيختار سالم مطر؟ يعني الشارع الأنباري كان يرجح ما إن عقدت هذا سالم مطر سيكون صاحب الحظ الأوفر من كتلة السيادة من جماعة الشيخ خميس الخنجر. بتقديري التأجيل صب بمصلحة السيد الحلبوسي ولحزب تقدم بهذه المرحلة، لأن الشارع كله أو الجمهور الآن يعني وصل إلى قناعة أن الوضع السياسي يعني ممكن اشتروا هذا التأجيل الجماعة؟ لا مو اشتروا، وإنما لم يحصل يعني حزب تقدم بتقدير الشخصي عندما زج بأكثر من مرشح لإئتلاف للإطار التنسيقي بتقديري كانت لعبة سياسية قوية شتتت الأفكار وشتت المواقف وأخذ فسحة من المجال لبعد انتخاب مجالس المحافظات. بتقديري أن السياسة بهذا الاتجاه هي التي سارت، وعملية التأجيل سارت حصرا، وأنا رأيي الشخصي تخدم حزب تقدم بهذه المرحلة قبيل بعد الانتخابات. كم تعقيب شنو اللي ممكن يصير إذا الإطار لن يحصل أستاذ محمد؟ إذا الإطار مثلا يعني أنا مثلا خلينا نقول الحزب الديمقراطي الكردستاني يميل تقريبا قليلا الى تقدم، مع انه يرجع الى الاطار لانه اكو مصالح اقوى من نعم. من قصه تقدم وقصه العلاقه اللي بيناتهم. اكو محكمه اتحاديه، اكو رواتب الاقليم، هاي ما راح يفيد الحلبوس، لان الحلبوس بعد ماكو تاثير سياسي على مستوى صنع القرار. الاتحاد مع الاطار، والاطار مع جزء من السنه عزم وجماعتهم يشكلون اغلبيه، خلاص بعد كيفهم يريدون ينتخبون هذا يريدون ينتخبون ذاك. السياسه المعروف لا عدو دائم ولا صديق دائم، وانما تتوقع المصالح. اكيد يعني قصدك انه ممكن يتغير الراي الاطار؟ لا، بتقديري ان بعد انتخاب مجالس المحافظات، وتعقيب على كلام الاستاذ عادل والسيد جاسم، سيكون اختيار رئيس البرلمان بشكل سلس وبشكل بسيط، ولن يدخل اي مناكفات او اي صراعات سياسيه حقيقه. الجميع الان كما قلت لك هذه عمليه التاجيل بتقدير الشخصي خدمة نوعا ما سياسيا حزب تقدم بهذه المرحلة نوعا ما، وإنما الجميع وصل إلى قناعة أن مسألة الحلبوسي وأن يكون من حزب تقدم يعني هاي يستبعد. حتى السيد الحلبوسي يعني حسب المجسات لدينا لن يؤيد أن يختار شخص من حزب تقدم حتى من محافظة الأنبار، يعني وحصر حتى نفسه بقراءة للمشهد لا لن يؤيد اختيار شخص من حزب تقدم حصرا. تبقى هذه المسألة بها يعني رأيي الشخصي، لأن إذا اختير شخص من حزب تقدم سيأخذ مساحة أوسع من مساحة الحلبوسي الذي سيكون رئيس حزب تقدم وليس رئيس البرلمان. هذا يجب أن يعمل لكن من جرفة يعني طيب السياسة طبعا. لو أنا مع الحلبوسي أيضا أعمل هذا بتقدير رأيي الشخصي حقيقة، يعني لن أختار. الحلبوسي خسر خسارة كبيرة، لابد أن يعوضها بنجاح في هذا الاتفاق. الحلبوسي أستاذ يعول بشكل كبير حتى قبل أن إنهاء عضويته لرئاسة البرلمان وعضوية يعول بنسبة كبيرة، وحتى تفرغ لانتخاب مجالس المحافظات الحلبوسي يعمل جاهدا ليكون هو يحصل على الغالبية المطلقة سواء في محافظة الأنبار وحتى على مستوى بغداد وجاله يعني المحافظة يعني سيطر على المحافظات. عمل السياسي يحاول يعني أن يسيطر. سيزداد الصراع بعد الحلبوسي طبعا. هذا ما تكلم به، وهذا الصراع الذي يتخوف منه أغلب الكتل السنية. الصراع الرئيسي حقيقة الآن ليس على انتخاب رئيس البرلمان، وإنما على من يمثل المحافظات الذي سيتخرج منه المحافظ. سيادة النائب، أكو اتفاق بين الإطار التنسيقي على موضوع معين مثلا، على موضوع انه ينتظرون التوافق؟ لو ايضا اكو انقسام داخل الاطار التنسيقي انه قسم من عندهم يرون انه لازم يجون بالاجماع، قسم يجون لا.
لا هو يعني طرح حديث من هو المرشح، يعني هناك رغبة بالإطار تجاه مرشح معين له الأفضلية إذا ما اتفق المكون في حزب تقدم وسيادة وفي تقدم وعزم، فإذا ما كانت هناك اتفاق ولكن لنا الأفضلية في خيارات معينة، هناك من هم أصحاب مواقف ونعطيهم الأهمية في استقرار الوضع السياسي. محمود المشهدان نعم نعم فيهم المواصفات والمواقف اللي هي يعني تحدث مع انطبقت مع الموقف العام لقوى الإطار وكذلك الموقف السياسي العام، يعني هناك لهم الأفضلية فيما إذا طرح اسمهم أمام الإطار هناك رغبة كبيرة لتأييدهم والتصويت بجانبهم. لكن مع ذلك لا بس قبل لكن سيادة النائب، يعني الآن لو طرح محمود المشهداني وطرحوا وانطرحوا المرشحين الآخرين معه تذهبون كإطار إلى محمود المشهداني صحيح؟ لا أخفي عليك في حديث كثير حول رغبة تجاه هذا الرجل واعترام، وأنا أسمع ذلك من كثير من السادة النواب في الإطار أنه يؤيد ذلك الشخص ويحترم وجوده ويعني الاعتدال الذي يعني يحاول أن يعمل بطريقة معتدلة في الوضع السياسي. هو هذه كل الأمور فيه والمواصفات، يعني هناك اتفاق لربما يكون قوي داخل الإطار، ولا تبقى كذلك الحلقة المهمة والقوية اتفاق ائتلاف إدارة الدولة زعماء القوى السياسية فيما بيناتهم، يعني هناك رؤية مشتركة بينهم وبين ائتلاف الدولة إدارة الدولة بشكل عام، أكيد هناك لها تأثير في اختيار المرشح، وهناك توصيات من قبل قوى وزعماء الكتل تشير على أن هناك اتفاق وتوافق على شخص معين، ربما نتفاجأ في اختيار المرشح في اللحظات الأخيرة، هناك توافق من قبل ائتلاف إدارة الدولة على شخص معين، أكيد يعني سيحظى بقبول وتأييد من مجلس النواب وجميع النواب مع وجود حالات من الخفض، لكن ربما الأغلبية أو الكثرة تذهب على هذا القرار السياسي الذي ينضج داخل ائتلاف إدارة الدولة للمصلحة العامة. يعني هناك رؤية وطرح من قوى على أهمية اختيار المرشح لأسباب معينة يذكرها مقنعة لربما نقتنع جميعا عند خيار زعماء الكتل في ائتلاف إدارة الدولة. بس انتوا اللي راح تصوتون سيادة النائب مو زعماء إدارة الدولة وكذا، انت راح تصوت وراح يرجع الموضوع البرلمان، البرلمان مثل هسه معطل ويصوتون على اتفاقية الزيتون وتاركين الاتفاقيات الباقية، والبرلمان صار له ما أدري كم سنة حتى ما سحب له واحد وحاسبه ولا كل شيء ماكو، الله وكيلك البرلمان صار حديقة بزمن الحلبوسي. يعني صحيح الظروف التي مرت المؤسسة التشريعية صعبة وتحديات، لاحظنا أنه يعني إيقاف عمل مجلس لفترة طويلة لأسباب نتائج الانتخابات وبعضها الخلافات السياسية، هذه أخذت الوقت الكبير من إنجاز، ولكن مجلس النواب في هذه المرحلة كذلك تميز بإنجازات قوية، تمرير الموازنة، تشكيل الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية، قوانين مهمة جدا لهذه المرحلة. سيادة النائب يعني شو والله تريدون تريدون يعني تحسبون علينا تشكيل الحكومة ولو الموازنة؟ انتوا شو تقد تقدمون؟ ايش قد تقدمون مشاريع قوانين وكانت تروح لهيئة الرئاسة وكل شيء ما يجيكم خبر من عندها؟ ليش تتحملون فشل غيركم؟ صوت على قوانين مهمة في هذه المرحلة من قانون تقاعد وضمان، قوانين تشكيل الحكومة، الموازنة بذاتها، تلك قرارات مهمة جدا يعني في هذه الظروف الاستثنائية. عمل مجلس النواب لم يوقف هذه مع وجود هذه التحديات والعقبات، لكن هو عمل خلال هذه الفترة. هناك إشكالات كثيرة في الدور الرقابي، مارست اللجان المختصة دورها الرقابي وإن لم يسلط الإعلام، استجوبت واستضافت وزارات ومسؤولين وملفات مهمة بالخارجية، كانت اهتمام المؤسسة التشريعية، الأمر غير متوقف مع وجود هذه الأحداث المفاجئة من تغيير وإبعاد رئيس مجلس النواب. مجلس النواب بقي يعني يعمل، واليوم في ظل هذه الظروف
ذهب إلى جلسات استثنائية لتمرير أمور مهمة جدا من استكمال التصويت على قانون الانتخابات. واليوم نتوقع قريبا ما بعد الانتخابات خلال الأيام سيعطي الثقة لرئيس مجلس النواب بعد أن تحصل الموافقات النهائية والاتفاقات بين القوى السياسية وكذلك يعني أعضاء مجلس النواب، بالتالي أيضا يكون هناك توافق على اختيار المرشح. شكرا للسيد النائب جاسم الموسوي عضو مجلس النواب من ميسان، شكرا لحضرتك، وأيضا شكرا للسيد عادل المانع نائب رئيس المرصد. أنا عندي تمني قبل لا تختم، عندي تمني أتمنى علي المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلا. أتمنى أنا على الإطار التنسيقي أن يصحح ما أخطأوا به من تنصيب الحلبوشي رئيسا لمجلس النواب. شكرا أستاذ غسان العيثاوي السياسي المستقل. أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله. We'll be right back.